بارقة أمل قد تمنح عيونهم فرصة الإبصار من جديد. هذا ما يمثله المخيم الطبي المجاني لجراحة أمراض العيون في مدينة المكلا لمئات الأشخاص ممن يعانون مشاكل بصرية تهدد بإطفاء نور عيونهم، لا سيما وهم الذين يعيشون أوضاعا معيشية تحول دون قدرتهم والحصول على العلاج. الحاج سالم عمر اليميني ذو العقود السبعة ونيف، القادم من أقصى أرياف مديرية قيلبة وزير، وجد في مخيم الحملة التطوعية لمكافحة العمى فرصة الحصول على التدخل الطبي المجاني لإنقاذ عينيه اللتين بدأ يعاني من مخاطر أن يفقد القدرة على الرؤية بهما بشكل طبيعي. أقول لك العام كانت هذا الأول، شوف اللازم اللي قدامك بعيد شوفها اثنين، بعدين بعد ما صلح لي خلاص وقفل هذا، ردد الحين ده كمعها، وبعدين قد هذا الحين خلاص ما عاد تشوف بها، حتى القطوة هذا ما اشوفهم بها. حالة اليومين ليست الوحيدة من نوعها، فثمة 600 حالة كان الأطباء في هذا المخيم قد أقروا إخضاعها لتدخلات جراحية عاجلة لإنقاذها من مصير الإصابة بالعمى. تم فحص أكثر من 5000 مريض، طلعت منهم حوالي 600 عملية، هذا الذي يعني حاجة ماسة للعمليات، هذا نحطه في خانة العمى للأسباب تقدم في العمر، هذا رقم واحد يعني نتيجة استخدام كثير من الأدوية التي تسبب المياه البيضاء والعمى، الناس الذي عندهم أمراض أخرى سكر ضغط أشياء ويستخدمون لها علاجات برضو تجيب مضاعفات المياه البيضاء. تدخلات كان من بينها إجراء عمليات إزالة للمياه البيضاء وزراعة العدسات. احنا ناس من البعثة إلى عندنا المديرية وشافوا حوالي الناس وشافوهم كشفوا عيونهم ورسلوهم إلى المحل هذا ونحقوا لهم عجزة وجزاهم الله خير. في حضرموت لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المصابين بالعمى أو حتى حجم انتشار الأمراض المسببة له، بيد أن حالات الإصابة بالمياه البيضاء والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية كأول مسببات الإصابة بالعمى في الدول النامية تحتل نسبة ليست بالبسيطة من بين الحالات التي تم التعامل معها في هذا المخيم الطبي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.